نظمت مديريات التربية والتعليم والصحة بمحافظة دمياط مسيرات بمشاركة طلاب ومعلمين وأطباء لحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء أو نزول الإدلاء بأصواتهم. وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط تعليماته للإدارات التعليمية 10 بتنظيم مسيرات تجوب الشوارع من أجل حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وفي سياق متصل، أعلن عميد كلية التربية بدمياط الدكتور السيد عبد المجيد عن تنظيم مسيرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أجل حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. وعلى جانب آخر، تابع محافظ دمياط دكتور إسماعيل عبد الحميد طه سير العملية الانتخابية بلجان الاقتراع لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية من خلال غرفة عمليات المحافظة.